كنطلب من الله ومسادة محترمين يقفوا معايا وتعاونوا معايا. عندي 7 الوليدات وهم 8 ساعات بولك الله. وانا اللي كنت خدام في البلديه في كشيش، ها هو الله يجزيكم بخير سيادي، في 95 ها النمره هي فجات ترقيها خرجت انا. ايه تاد كنت نتعب ندز نترسم ورماوني ما داير لا بيديا ولا برجليا. هذا بقيت هنايا بعد المحيل الكريم بديك العهد كنت خدام صغير مع اللباطة. بقات جات واحد المبادرة رحنا للباطة في 80، بقيت انا هنايا مع الباطة الاخر. هذا اللي كنت هذا الثانية في الخويات، هذا فنتقل هنا بن صالح 64 رقم، فنتقل هنا بن صالح 64 في الدائرة التروازيام باب غمات، حساب الدائرة باب غمات. بقيت هنايا لباط، بقيت مع داك العهد تا وليت كونت وليداتي صدقت بيات نائب على البيات اللي مات البزيوي. بقيت من داك العهد الا هاد الساعة هادي جات تانية هاد الترقية. الله يجعل سيدي ربي يجعل البركة بسيدنا مبادرة اللي دار لهاد الترقية ولقى هاد الحل. بقيت دابا جمعت جمعية داروني انا غيابي في هاد الجيش، ما مقيتي لي محلاتي قالك ما ندخل لهم ما والو. انا بيخرجوني كيت ما عندي فين نخرج بهاد 7 النفوس امهم 8 ما عنديش. بيخرجوني الى كاك تخرج بحالك بحال الناس. انا احتراماتي نخرج وليداتي ما عندي فين نخرج بهم. علاش مريض نعم سيدي كونسيل اللي بقى هو في حالي باقي الله تعالى عيش من فضلو. اياه الله يجزيكم بخير بتكم هي تعاونوا معايا في قبر الحياة. والي تنطلب ما تنطلب لا بنكا ولا رياض ولا فيرما. عطيني جوج المليون ما دارت لي والو. ما في حالي شكون هي تحتي شي حاجه كون راه ديك الساعه ما تحتي شي ما تحتي الله تعالى. بقيت هاد الحال راني معاهم دابا مدابس تعاوني. ما تيقول لي دابا عام ونص وانا مردوم دوزت عليا الشركه تكرفت بالغبره تكرفت تماره ولكن صبر لله. انا في ما نخدم على هاد الولاد ولكن الغالب الله تعالى تنعاونهم تنجيب لهم القوت باش ما قسم الله. دابا تنطلب من سيادي يقفوا معايا في وجه الله تعالى. ايش هكا لهاد الوليدات هذا هو اللي تنطلب. ما بغيت انا حتى شي حاجه بغيت فين حتى هاد الوليدات. الله يجزيكم بخير وشد بيديكم. الله يعبرك عمر سيدي، الله يحن على الناس، الله يوقف على المحسنين. درت هاد التعاونيه ما عاوني حد. درت هاد المبادرات ديالت الا رامض ما كاين والو جوج خطرات. ها هما دابا تعطيوني لا دقيق لا زيت لا سكر قليل. مره وحده اللي جابت لي واحد الطوموبيله ديال سيدنا في الليل عطاوني ديك البركه وحده مره وحده. هادشي باش دات كورونا هاد الشهر ونص مجموع كله هو ما كاين اللي شاف فيها الا المحسنين اللي تعاوني معايا في سبيل الله. الله يجزيهم بخير اجرهم مع الله. ودا الله هو هذا.